مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من مساحه للراي. وسط اهتمام دولي يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، انعقدت في مدينه شرم الشيخ على مدى يومين اجتماعات البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركه 106 دوله للمساهمه في صياغه واقع اقتصادي جديد يرتكز على الترابط القاري من اجل تحقيق التنميه الشامله والمستدامه. الاجتماع السنوي الثامن للبنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه يكتسب اهميه خاصه في ظل تزايد الحاجه الى تنوع مصادر التمويل وتعزيز العلاقات الاقتصاديه في الدول الاسيويه وجذب الاستثمارات وفتح الافاق لشراكات جديده ومجالات للعمل والتنميه المشتركه. اجتماعات هذا العام تاتي لتؤسس لشراكه قويه وراسخه بين مصر والبنك الاسيوي، وايضا لدفع التعاون متعدد الاطراف بين افريقيا وآسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك بما يحقق مصالح كافة الدول. حول اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بدور حلقة النهاردة مع ضيفي الكبير الدكتور مجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة دكتور. نعم دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ إيهاب، تحية لحضرتك أستاذ المشاهدين. الله يخليك. خلينا احنا بنتكلم هنا على البنك الآسيوي ولكنه يعقد اجتماعاته في مدينة شرم الشيخ في قارة افريقيا. دلالة هذا الاجتماع في قارة افريقيا وخاصة في الدولة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا بالبدء، لو نظرنا الى تاريخ تأسيس البنك الدولي للاستثمار في البنية التحتية هنلاقي انه الاسيوي، هنلاقي انه حضرتك في 2015 في مايو تم توقيع على ميثاق تأسيس هذا البنك. تم تأسيس البنك بالفعل في 2016. لو نظرنا إلى الفترة الزمنية هنلاقيها فترة زمنية وجيزة. ده الاجتماع الثامن، كون الاجتماع الثامن ينعقد في مصر في مدينة شرم الشيخ ده يدل على أهمية مصر ومكانتها ليست فقط المحلية أو العالمية أيضا. وبالتالي هذا التوقيت بالذات لعقد هذا الاجتماع السنوي للبنك الأسيوي لما يتعلق بشؤون البنية التحتية. يعني حضرتك طبعا العالم بيمر بأزمة كبيرة جدا في هذه الفترة، أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، أزمة حرب روسيا أوكرانيا وأصدائها بعد ما حصلت أزمة جائحة كورونا، وبالتالي العالم بيمر بظروف حرجة. اجتماع هذا البنك ودور هذا البنك في دعم والتنمية له أهداف عدة، وبالتالي وجود هذا الاجتماع في مصر يعكس مدى أهمية البنك وأيضا مصر في قلب العالم. دكتور ماجد، خلينا نتكلم يعني منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في الدولة المصرية، عايز أقول وحضرتك شاهد يعني وكل السادة المشاهدين يعني إن يعني مجال الإنفاق في البنية التحتية في مصر شهد، مش عايز أقول طفرة كبيرة لأن طفرة دي حتى كلمة قليلة قوي، ولكن إنفاق غير مسبوق على مر التاريخ المصري. يعني نحن نتحدث عن بنية تحتية خاصة بالطرق، بشبكة الطرق، بإعادة تأهيل الطرق القديمة، بكباري، بطاقة، بأمور كثيرة جدا. وبداية، كيف ترى يعني ما أنجزته مصر في مجال البنية التحتية؟ وثانيا رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة لهذا المؤتمر. بدون شك أن بإشادة العالم أجمع مصر في فترة زمنية وجيزة حققت طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية. كل ما نراه من مشروعات قومية كبرى زي مثلا ما تفضلت حيك طرق، كباري، أنفاق، أيضا مشروعات مدن جديدة، أيضا مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في مختلف الأصعدة وعلى مختلف الأنشطة. هنلاقي لو تحدثنا عن البنية التحتية بالتحديد هنلاقي تم إنجاز مشروعات ضخمة جدا في البنية التحتية، شبكة كبيرة من الطرق. لو لم تكن هذه البنية التحتية موجودة لما أتت استثمارات إلى مصر، لأن رأس المال طبعا سواء محلي أو أجنبي أو عربي بيبحث عن كفاءة البنية التحتية، علشان إنها هامة جدا ليس فقط في تكاليف النقل وإنما في إنشاء المصانع والاستثمارات بمختلف أنواعها. تعقيبا على كلام حضرتك، وفعلا حصل طفرة كبيرة في فترة وجيزة في مجال البنية التحتية زي ما قلت إشهاد العالم كله بيها، بالإضافة إلى أن هذا الحدث الدولي الكبير على أرض مصر يدل على كيف يمكن للقارة الأسيوية مع القارة الأفريقية بل ودول العالم أجمع أنها تتكاتف في مواجهة الأزمات اللي بتمر بيها، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية اللي هي أساس أي تنمية ونمو. خليني هنا دكتور ماجد أتكلم على يعني الاهتمام البالغ بقارة إفريقيا. نحن نشهد الآن
أكثر من تجمع إفريقي عالمي، إفريقيا الصين، إفريقيا فرنسا، إفريقيا أمريكا، إفريقيا روسيا، هل يعني هذا البنك يسعى للاستثمار بشكل جدي في قارة إفريقيا، خاصة إن هناك وثيقة خاصة بالتغير المناخي، وهنا نذكر يعني الحدث الأهم في نوفمبر في كوب 27 في شرم الشيخ بمشاركة العديد من الدول والوفود، يعني هل مسألة التغير المناخي ومساهمة بنك الاستثمار الأسيوي في الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي أصبح أمر واقع؟ بدون شك. اسمح لي في الأول أشير إلى أهمية قارة أفريقيا. زي ما حك تفضلت، قارة أفريقيا ليست فقط مهمة لموقعها الاستراتيجي ما بين قارات العالم، وإنما مهمة جدا لأنها غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وبالتالي التعاون ما بين القارة الأسيوية والقارة الإفريقية وتركيز الضوء على القارة الإفريقية في التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف يدل على أهمية هذه القارة. لو تحدثنا عن المناخ وأزمة المناخ وتغيرات المناخ العالمية، وزي ما حك تفضلت وأشرت إلى مؤتمر المناخ، الحدث ده اللي حصل برضو على أرض مصر يدل على أن مصر هي قلب العالم وقلب الحدث كما يقال، وبالتالي اتجاه ما يقرب من 106 دولة وما يقرب من ممثلي 160 وسيلة إعلامية لحضور هذا المؤتمر الخاص بالبنك الأسيوي لما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية. أعتقد أن ده مؤشر مش بس لأهمية القارة الأفريقية، وإنما أيضا لأهمية مصر وأهمية ما يحدث من تغيرات على مستوى المناخ عالميا، وأيضا ما يحدث من تغيرات اقتصاديا في التضخم وما إلى ذلك. خلينا هنا نتوقف عند يعني جزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر، لأنها كانت كلمة مهمة ورسائل عديدة أرسلها السيد الرئيس في هذا المؤتمر. خلينا نسمع جزء من يعني من كلمة السيد الرئيس ونستكمل هذه الحلقة من مساحة الرأي. فابقوا معنا. احنا تجربتنا ان احنا انفقنا اموال هائلة لبناء بنية اساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها ان تتقدم الى افاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة. كان مسارنا ان احنا قلنا كدولة هي اللي تقوم بهذا الامر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب، وده احنا مش بنتكلم على مليارات، احنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات والجنيهات تم انفاقها خلال الثمان سنوات لبناء هذه البنية الأساسية اللي احنا نقدر نتكلم او نقول بمنتهى التواضع دلوقتي انها بقت متطورة قادرة كافية للانطلاق لمستقبل افضل اقتصاديا. طب هل القطاع الخاص النهاردة كان بعيد عن بناء ده؟ لا، القطاع الخاص كان شغال معانا، هو شركاته اللي قامت بالعمل في هذه المشاريع، لان شركات القطاع العام ما كانتش قادرة انها تقوم بابدا بقامة هذه المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها، وبالتالي جزء كبير جدا من التمويل او جزء كبير جدا من الاموال التي انفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها نصيب ضخم جدا. وبالتالي انا اتصور ان القطاع الخاص اللي اشتغل معانا، وانا بتكلم هنا في 5000 شركة تقريبا، لأن معظم المشروعات اللي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. دكتور ماجد، يعني يمكن الجزء القصير من كلمة السيد الرئيس تحدث فيه أن الدولة المصرية لم تنفق مليارات بل تريليونات من الدولارات على بنية أساسية قادرة على الانطلاق نحو اقتصاد يعني أكبر وأشمل، والحديث عن مشاركة القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع قطاع الدولة. يعني لو نظرنا للجزء من كلمة السيد الرئيس هنلاقيها بتتناول عنصرين زي ما حكيت تفضلت. العنصر الأول خاص بضخامة حجم الإنفاق اللي تم على البنية التحتية من المنشآت، من طرق، من كباري، من أنفاق، أيضا من وصول المرافق والخدمات إلى كافة المناطق، أيضا
ليست فقط بنية تحتية كما كان من دي قبل في مناطق أو محافظات معينة، بل على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وكانت هناك مناطق مهمشة أصبحت في بؤرة الاهتمام. ده الجزء الأول. الجزء الثاني يتعلق بأن هناك مشاركة من القطاع الخاص بجانب القطاع العام، زي ما احنا بنقول إيد لوحدها ما تسقفش، وبالتالي مشاركة القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع القطاع العام لأنه داعم كبير لهذا الدور في حجم كبير جدا من المشروعات في فترة زمنية وجيزة زي ما حضرتك تفضلت وقلت 8 سنوات، وبالتالي كل هذه الضخامة من الإنفاق وأيضا الضغط في الوقت العنصر الزمني كان مهم جدا للقيادة السياسية للوصول بمصر إلى مستوى أفضل من مستوى معيشي وجذب الاستثمارات وتنمية مستدامة. واحنا بنتكلم على قارة افريقيا دايما بنقول ان قارة افريقيا او العلاقات الافريقية المصرية تعرضت لبعض فترات الفتور يعني، ولكنها عادت بقوة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصبحت مصر كما كانت تمثل افريقيا في كل المحافل الدولية من حيث المطالبات، من حيث ايصال صوت افريقيا وما تعانيه هذه القارة من مشكلات كثيرة خاصة مشكلات اقتصادية. خليني دكتور ماجد اتكلم هنا على دور مصر كحلقة وصل بين مش قارة اسيا بس افريقيا، لا بين قارة افريقيا وكل المحافل. السيد الرئيس مثل افريقيا في مؤتمر المناخ في باريس، مثل افريقيا في افريقيا المانيا، افريقيا الولايات المتحدة، افريقيا باريس، افريقيا روسيا. اهمية هذا الربط بين القارتين. إذا سمي عودة مصر إلى مكانتها الحقيقية والفعلية في قلب العالم، لأن برضو كان في فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلت في فتور في بعض العلاقات مع بعض الدول، ومصر عادت هذه العلاقات بشكل نشط وفعال. ده بيؤثر تأثير كبير جدا على العلاقات المتبادلة ليس فقط سياسيا وإنما اقتصاديا وتجاريا، وبالتالي بيزيد من فرص الصادرات والواردات ما بين الدول، التبادل التجاري كما يقال، بيزيد أيضا من فرص الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة بتتعامل معها مصر واستفادة هذه الدولة من المزايا النسبية في مصر. وبالتالي عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية كرائد وكقائد ليس فقط للقارة الإفريقية وإنما أيضا لكل المحافل وأيضا كل المؤتمرات الكبرى تقام في مصر، تسليط الأضواء بشكل كبير جدا على مصر لتعود لمكانتها الطبيعية. ده بيعود بنفع على اقتصاد مصر وأيضا الاقتصادات الأخرى بتتعاون معها. على ذكر كلام حضرتك يعني ان ده بيعود على نفع على الدولة المصرية وعلى القارة بشكل عام، يعني اتكلم هنا على دور البنك في جذب استثمارات وعرض مشروعات مصرية، خاصة ان احنا بنتحدث عن البنية التحتية. خليني اتكلم هنا دكتور ماجد يعني، وعايز اخد رأي حضرتك، يمكن لما نتكلم حتى على الصين، يعني الصين لها يعني ايادي في افريقيا، يعني نجد ان الصين دائما ما تستثمر في البنية التحتية، وده شيء بيخلي الدول قريبة إلى الصين والدول الآسيوية أكثر من الدول مش عايز أقول الاستعمارية ولكن اللي لها ماضي غير محبب في إفريقيا. يعني هنا عايز أتكلم، هل الاستثمارات كلها متمثلة في البنية التحتية ولا ممكن أن تتطرق إلى أمور أخرى يعني؟ لا طبعا مش كل الاستثمارات متمثلة في البنية التحتية، وإنما جزء هام من الاستثمار أو أحد القطاعات الهامة في الاستثمار هو قطاع البنية التحتية، نظرا لأنه هو ده عامل حضرتك زي أساس العمارة، لو أساس العمارة قوي تقدر تبني عليه أدوار عالية، بينما لو الأساس ضعيف مش هتقدر تبني عليه أدوار كتير. وبالتالي البنية التحتية هي الأساس الأرضية للاستثمارات بمختلف أنواعها. وجود البنية التحتية بيكون جاذب لاستثمارات سواء كانت في القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو القطاع الخدمي أو الطاقة أو كل قطاعات الاستثمار بمختلف أنواعها. وبالتالي تركيز البنك على هذا القطاع فيما يتعلق بالبنية التحتية مش بس في القارة الآسيوية، وإنما دعم أيضا لكل الدول المشاركة، ما بدأوا 57 دولة النهاردة 106 دولة، إن شاء الله السنة الجاية هيزيد العدد. وبالتالي المفاجأة إن في دول أساسا مش في قارة آسيا، يعني في دول منضمة إلى هذا البنك إلى العضوية وليست في قارة آسيا. إن دل ذلك فإنما يدل على أهمية هذا القطاع في ما يتعلق بتنمية الدول. خليني هنا عز دكتور ماجد، يعني الفرق ما بين بنك الاستثمار الآسيوي والبنك الدولي، يعني مش عايز أقول إن البنك الدولي له سمعة سيئة يعني، ولكن يعني الدول النامية بشكل عام يعني بيبقى فيه طلبات من البنك الدولي بتؤثر سلبا على حياة الناس
ولكن هل في فرق ما بين بنك الاستثمار؟ طبعا هو التمويل البنكي الصندوق الدولي ده تمويل كبير يعني، ولكن البنك الاستثمار بنتكلم هنا تقريبا في 16 مليار دولار كبدايه يعني. في فرق ما بين التمويل هنا والتمويل هنا؟ طبعا في فرق، وفي اختلاف ايضا في اهداف البنك وسياسته، حتى في اشتراطات التمويل، ايضا في النظر الى كيفيه منح القروض، وايضا معدل اسعار الفائده وما الى ذلك. بالاضافه لان البنك الدولي طبعا كحجم اكبر بكثير طبعا كدول اعضاء كثير، وطبعا كدول اعضاء وكراس مال برضه. ولكن لو جينا بصينا للبنك اللي هو حضرتك احنا بصدد الحديث عن مؤتمر خاص بيه النهارده او الاجتماع الاسيوي لما يتعلق بالبنيه التحتيه، هنلاقي ان لو بصينا للاجنده هنطلع باجابه لسؤال حضرتك. اتفضل. ايه اهم الموضوعات والقضايا اللي بيتناولها هذا الاجتماع؟ تعبئه الموارد لتمويل المناخ، بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية، تلاقي دايما المنشأة بتاع البنية التحتية هو العنوان الرئيسي. ايضا ضمان حوكمة عالمية من اجل التنمية الشاملة والمستدامة، التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، هنلاقي تركيزه بيفوكس على البنية التحتية اختلافا من التركيز بتاع البنك الدولي على مستوى مختلف تماما. تعزيز الاتصال في عالم مليء بالتحديات، تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط، وبالتالي هنا التركيز زي ما بيقولوا كده الفوكسنج على البنية التحتية. طيب بناء شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، تعزيز زي ما تفضلت حيك وقلت في كلمة السيد الرئيس، تعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات ما يتعلق بمشاركة الدولة في البنية التحتية أو حتى خدمات تصنيع الإلكترونيات، خاصة زي ما احنا عارفين أن الصين متقدمة بشكل كبير جدا وبقت جاذبة، لأن زي ما تفضلت سيادتك وقلت البنية التحتية القوية بقت جاذبة لكل الشركات العالمية الأوروبية وغيرها للذهاب إلى الصين لإقامة مصانع، أيدي عاملة رخيصة مدربة، بنية تحتية قوية، ده بيخلي البيئة جاذبة للاستثمارية وبالتالي بيبقى هناك بالتأكيد يعني. يمكن زي ما ذكر ضيف الدكتور ماجد، كل الكلام على البنية التحتية، كل الكلام على الاستثمار في هذا المجال، وده مهم جدا، لأن لما نتكلم على البنية التحتية بنتكلم على شرايين الاقتصاد، زي البني آدمين كده اللي عنده كوليسترول ولا عنده سوري يعني ربنا يشفي الجميع حاجة في شرايينه فما بتتحركش، فالبنية التحتية هي شرايين الاقتصاد اللي بتخليه يدور ويتحرك، واحنا الحمد لله عندنا بنية تحتية قوية. خلينا نطلع تقرير للصحافة ونستكمل هذه الحلقة بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. دكتور محمد معيط وزير المالية محافظ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يشير إلى أن الحلول التمويلية المبتكرة تعد بمثابة طوق النجاة للبلدان النامية من الصدمات الداخلية والخارجية في ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. بينما أشار جين ليتشن رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى أن البنك يستهدف بشكل أساسي تلبية الاحتياجات التنموية والاستثمارية للدول الأعضاء من خلال توفير رؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء المدعمة بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، إلى جانب الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ويقول كونستانتين ليموتوفسكي نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يقول إن مصر قدمت نموذجا للتنمية الاقتصادية الناجحة وهي من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ عام 2016، ونسعى لتعميق علاقات التعاون في مجالات البنية الأساسية الرقمية والتكنولوجية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وأخيرا يؤكد دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي أن استضافة شرم الشيخ لاجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للمرة الأولى في القارة الإفريقية يعكس قوة مصر الاقتصادية وتأثيرها في المنطقة، سيما عقب انضمامها لتجمع بريكس. في
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. خليني سريعا في تقرير الصحافه اتوقف عند يعني ثلاث نقاط هامه: مساله البيئه التحتيه الخضراء والطاقه الجديده والمتجدده والاستثمار في هذا المجال. يمكن زي ما ذكرنا ان حتى مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 كان هو مؤتمر الالزام، لان احنا الدوله المصريه مساله قاره افريقيا في مؤتمر المناخ في باريس، كنا بنتكلم على 100 مليار للمساهمه في التخلص من الاثار السلبيه، بنتكلم هنا على التجربه المصريه في الطاقه المتجدده. عفوا، بنبان في اسوان، خليج الزيت في السويس، الطاقه المتجدده في الزعفرانه، مساله الاستثمار في الطاقه المتجدده، وان ما يحدث الان في العالم من تغيرات مناخيه يستدعي نظره اخرى للاستثمار في هذا المجال. طبعا الطاقة المتجددة هي البديل اللي العالم كله بيبحث عنه وبيلجأ إليه، بعيدا عن الطاقة الناضبة. الطاقة الناضبة زي الطاقة الناتجة مثلا البترول أو الأحفورية، مش بس تكلفة بقت عالية قوي، ولكن أيضا بتنضب في وقت من الأوقات. وبالتالي الطاقة الجديدة والمتجددة بقى المحور الأساسي لكل دول العالم إنها تبحث عن مصادر لهذه الطاقة وتستخدمها. في مصر طاقة الرياح والطاقة الشمسية مشروعات كبيرة قومية عملاقة تم إنشائها للاستفادة من هذه الموارد الطبيعية، سواء الرياح أو الطاقة الشمسية، وتحويلها إلى طاقة جديدة ومتجددة. طبعا لو ذكرنا الطاقة الجديدة والمتجددة يبقى لازم نقول الطاقة النظيفة، وبالتالي أو الخضراء أو الخضراء أو غير الملوثة للبيئة والغير ضارة بصحة الإنسان. طيب دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هنا إن هو بيساعد الدول الأعضاء من خلال منح قروض أو ما إلى ذلك، أو بشركات أو مشروعات استثمارية مشتركة للحصول على ما يسمى بالطاقة الجديدة والمتجددة، دعم أيضا كل المشروعات التنموية اللي تكون متعلقة بالبنية التحتية وتطوير البنية التحتية للدول الأعضاء. الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في الاقتصاد أو ما يسمى الاقتصاد الأخضر أو الطاقة النظيفة. في نقطة مهمة جدا ودور كبير للبنك ده، الاستفادة من الخبرات الكبيرة للدول الأعضاء وتبادل هذه الخبرات، ودي نقطة في غاية الأهمية. برضو الدول بتستفيد من قدرات هذا البنك في تمويل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وأيضا التمويل بيقول الهادف إلى نهضة هذه الدول وقيامها بتحسين معدلات النمو. خليني دكتور، منذ فترة قليلة يعني انضمت مصر إلى عضوية تجمع بريكس، هل هناك رابط بين هذه اجتماع البنك الآسيوي في شرم الشيخ وتجمع بريكس، خاصة تقريبا كلها تجمعات اقتصادية يعني؟ طبعا بريكس تكتل اقتصادي هام جدا، خاصة ان في دولتين بيمثلوا تقريبا ما يقرب من ثلث العالم، ألا وهي الهند والصين، ودولتين منهم دول ناشئة منهم دول أيضا اقتصاداتها بتتصدر قائمة اقتصادات العالم. احنا عارفين ان الصين دلوقتي نمرة 2 بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اتفاقية بريكس وانضمام مصر لهذه الاتفاقية يمكن التوقيت قريب جدا من الاجتماع اللي بيحصل دلوقتي، فبالتالي ده اندل فإنما يدل على ان هناك اتجاه في العالم للتكتلات، زي ما بيقول بيت الشعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا انفرقنا تكسرت وحدة. وبالتالي تكتل الدول حتى اندماج البنوك، شراكات ما بين الشركات الدولية العملاقة، وبالتالي اتفاقية بريكس وتزامنها وانضمام مصر لها مع هذا الاجتماع للبنك الآسيوي، أعتقد أن هو فعلا مؤشر لمدى حرص الدولة المصرية على التواجد في كل التكتلات والمحافل اللي بتؤدي إلى زيادة التعاون ما بين مصر ودول العالم لتحسين وضع أفضل للمواطن المصري. خليني أكلم هنا على الجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات، ودايما دكتور يعني وحضرتك أدرى مني يعني دايما أقول إن في فرق ما بين الكلام أو الحاجات اللي مكتوبة أو القرارات الاقتصادية اللي بتتخذ. احنا عندنا اللائحة التنفيذية للاستثمار، قانون الاستثمار اللي استناناه كتير، والتطبيق الفعلي على الأرض. السيد الرئيس دايما ما يحافظ على مسألة الاستثمار المباشر والاستثمار الخارجي ودور القطاع الخاص، لدرجة ان كان في مؤتمر خاص بأهمية شراكة القطاع الخاص مع قطاع الدولة يعني. وهنا عايز اتكلم على هل هناك معوقات دكتور ماجد، يعني في ظل الدعوة يعني اكبر
زي ما بيقولوا جهاز تنفيذي ممثل في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهميه الاستثمار واهميه تذليل العقبات. بقى مش هتكلم بقى على الرخصه الذهبيه ومشروع يبدا وحوافز ضريبيه و و و لا شك بيبقى في بعض المعوقات بتعمل الدولة ازالتها بس ما بتزلش في يوم وليلة. يعني من اهم المعوقات التنسيق ما بين الجهات المعنية. التنسيق احيانا بيبقى في بعض المشاكل. طبعا تذليل الاجراءات وتبسيطها، سرعة تطبيق وتفعيل القوانين اللي بيصدرها سيادة الرئيس ده هم جدا. يعني لسه حزمة من القرارات أصدرها سيادة الرئيس فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية. أعتقد أنه حتى في كلمته كان بيركز على أن في يبقى في سرعة في تطبيق هذه القرارات لتعود بالنفع. لا شك أنه ما يتعلق بحزمة من الإجراءات والقوانين والتشريعات لتشجيع الاستثمار، لجذب الاستثمارات، لتحسين مستوى جودة الحياة ومعيشة المواطن المصري، بتحتاج فعلا تتطبق بكفاءة وفعالية، وده اللي بيوصي دايما بيه سيادة الرئيس. أخيرا يمكن بنتكلم على دور بنك التنمية للاستثمار الآسيوي في مساعدة الدول، ولكن هل يمكن لهذا البنك أن يكون هناك شراكة بين هذا البنك والقطاع الخاص؟ طبعا بدون شك ان ممكن يكون في شراكة ما بين البنك الاسيوي وقطاع خاص في اي دولة من الدول الاعضاء فيما يتعلق بالمشروعات اللي بيكون في خطة البنك تمويلها او في سياسة البنك تمويلها، وده بيؤدي ايضا الى مزيد من الدعم ليس فقط للدول الاعضاء على مستوى الحكومات والقطاع العام، ولكن ايضا مزيد من الدعم للقطاع الخاص في هذه الدول، وبالتالي مزيد من الدعم لمسيرة التنمية. نورتنا دكتور. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير الدكتور ماجد عبد العظيم استاذ الاقتصاد بجامعه اكتوبر، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من برنامج مساحه للرأي. بشكرك شكرا جزيلا، واشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. القاكم دائما على خير، الى اللقاء.